اهلا وسهلا بكم في حلقه من حلقات هلا بالعرفه. يا هلا بالعرفه. يا هلا والله بالسعاده. كيف الحال؟ الحمد لله. ليتنا ما نطول، ترى عندي سفر. طيب ولا يهم. اي والله، بعدين توي وانا جالس انتظر كتبت بيت شعر. بيت الشعر وابغاك تحفظه كل يوم عشان ترددونه، وهو: كأس من الشاي ذا كأس من اللبن، حتى أرتل صوت الحب في وطني. أبغى كل يوم شاي كأس حليب يعني. بس كده. بس شاي من إيش؟ كأس من الشاي ذا كأس من اللبن، حتى أرتل صوت الحب في وطني. هذه تذكرني، تعالي نغسل نغسل. طب أجل خلاص، راح نمنع أجل عنك الحليب. لا، هو الحليب، هو الشاي بالحليب يعني، الحليب إضافة. ركز الحين، ترى زي لما تنافى مع المعطلات. لا لا، لما يقول لك الأبوين في اللغة، المقصود الأب والأم. كاس الحليب، الشاي، الحليب تبع الشاي يعني. طيب ناخذ أول خبر. ناخذ أول خبر من صحيفة مكة، واعتقد كان هو الخبر عامل ضجة وغريب شوي، نحاول نحله. عودة التشكيك بكتاب الرأي في الشورى من خلال أحد الأعضاء. عادت موجة التشكيك بوطنية كتاب الرأي في الصحافة السعودية والقائمين على بعض البرامج التلفزيونية لتطل برأسها مجددا من تحت قبة الشورى، حيث انتقد العضو محمد الرحيلي صمت وزارة الثقافة والإعلام عن حرب التيارات الفكرية التي تشهدها الساحة، داعيا إلى أن تطلع المؤسسة البرلمانية بدورها في هذا الأمر. سمعت آخر شيء؟ المؤسسة البرلمانية؟ نعم. شوف، خلينا أول شيء أبو سعد نرتب الأمور. التشكيك في الوطنية ترى مبدأ قديم يعني، ليس مبدأ جديد. الرصافي في الخمسينات يقول يعني عن بعض التيارات اللي هناك، ما هو بعيد عن الإخوان في مجلس الشورى، يقول: حبولة الدين رثت من تعاملهم، فاستعملوا بعدها حبولة الوطني. يعني كان في مزايدات على الدين ثم صارت مزايدات على الوطنية. هذا واحد. ثانيا، تعال ندخل علميا. الأستاذ القديرة تهاني السالم عملت بحث عن اهتمامات كتاب الرأي في الصحافة السعودية، بحث ماجستير، فطلع 59% محاربة الفساد، 59%، 17% الإرهاب، 13% كان ضد الإصلاحات السياسية، و 10% ضد التدخلات الإيرانية. هذه اهتمامات الكتاب. بلنا نعيدها يا دكتور إذا سمحت. أبشر. الدراسة، أيوة، دراسة علمية سوت خلال سنة أعتقد، سوت جمعت كل الكتاب، ما كتب الكتاب في الصحافة السعودية في الرأي. 59 محاربة الفساد موجهة، نسبة المقالات 59% لمحاربة الفساد. بعدين عندك 17% محاربة الإرهاب، و 14% الإصلاحات السياسية، و 10% التدخلات الإيرانية. إذن ما هناك أبدا تشكيك في الوطنية ولا هناك شيء. الشيء الثاني، يجب أن تكون العقول كبيرة. يعني مو معقول أنا وياك نختلف أروح أشكك في وطنيتك. في مقياس ريختر لقياس الزلازل، بس ما في حد يقدر من فصيل الدم وتعرف نسبة الوطنية. الوطنية هي ولاء وانتماء، وليست أيضا تنظير. أنا ممكن أكتب قصيدة في الوطن وأروح مع الجنود أصور، وفي الأخير أسرق وأنهب وأسرق أراضي. الوطنية قبل كل شيء سلوك. لما الموظف يجي الصباح بدري ويداوم ويخلص في معاملته، هذا المثالي. الوطنية ليست حليب وليست دواجن وليست شركة توزيع. الوطنية انتماء وأيضا سلوك. وقبل سلوك، أنت لما تقطع إشارة أنت لا تحترم الوطنية، لما تأخذ شيء ما هو لك أنت ما تحترم الوطنية. الشيء الثالث، ترى الظاهرة قديمة، أصبحت استعداء السلطة على الناس والتشكيك في وطنية الناس. هذا سلوك الجبناء يا أبو سعد، ما هو سلوك الرجال. أنا إذا شوف، إذا ما في دليل قطعي، الإنسان الأصل فيه أنه بريء الوطنية وأنه صادق. إذا ما في دليل وطني بتهمة التخابر، بتهمة الغش، بتهمة الإساءة لسمعة الوطن، إذا ما في دليل قطعي وحكم شرعي، فما يمكن تشكك بهذا. حتى لو اختلفت أنا وياك، حتى لو أنا طلبت بحرية، طلبت بالليبرالية، طلبت، ما تشكك في وطنية أبدا. لأن وطنية حق مكتسب للجميع، ما هي مكتسب والله نفصلها. أنا ما أدري كيف الأخ هذا عضو مجلس الشورى القدير شكك في وطنية الناس. هل سوى لهم فحص؟ هل سوى اختبارات؟ هل في قياسات زي قياس ريختر مثلا تعرف وطنية والله علي نسبة الوطنية عند 70%؟ أنا بس خليني أقول لك شيء يا دكتور. طبعا لما صار هذا الموضوع الآن، بديت أشعر أنه في نفي اللي من العضو أنه ما قال هذا الكلام، أنه زيد عليه، أنه إلى آخره من هذا الموضوع. أنه مع أنه في عمل صحفي جيد أعتقد من صحيفة عكاظ، نشر في أكثر من مكان، إحنا محتاجين نطلع على التسجيل الأساسي اللي هو مفروض كل الجلسات مصورة وصوتا وصورة. وفي حديث عن أنه ما في داعي الكتاب يجون، وأنه أنا إذا افترضت جدلا صحة ما قيل، أنا أقول أنه الحقيقة في جزء
أو في بعض أعضاء المجلس إن صح ما قاله هذا العضو أعتقد أنهم مختطفين إلى تيار معين، تيار ثبت يعني تورطوا في قضايا كثيرة لا تفيد البلد ولا تخدمه، ونحن أمام خطر تاريخي كبير. نقطة أخرى إن صح أيضا ما قال فهذا يتنافى مع دور البرلمانات في العالم، إذا هو في هذا سماه في الأخير البرلمان يحمل حريات ولا يحمل طبعا وهو صوت نعم. تيارات كثيرة في الشعب يوصلها لصاحب القرار، لكن احنا من زمان تنازلنا واحنا قلنا مو بهذا البرلمان، مجلس الشورى له مهام ثانية، فأرسوا على بر هل هو مجلس الشورى ولا برلمان أنتوا يا بعض الأعضاء. الأمر آخر إن كان قد قال ذلك وسيء الفهم فليعترف بذلك ويوضح لنا إيش اللي صاير بالضبط. أنا الآن لازم تقول لو نفترض لأنه الآن في تراجع أو في حكي من هذا العضو أنه ما قال أو أنه في نفس الوقت نحن الحقيقة نثق بكثير الحقيقة من أداء صحفنا المهني، وأيضا الحقيقة كثير من الكتاب وأنا اختلفت يعني آراءهم هم يحبون هذا الوطن بس كل واحد بطريقته صحيح وكل واحد يجتهد ولكن بطريقته. إن كنت انتقدت أناس يقولون رأي واضح وهم في بلدانهم ومؤمنين بالأسرة الحاكمة والوحدة الوطنية والقواسم المشتركة السعودية وهم ما عندهم لا ينتمون لأي تيار حركي فهؤلاء ضمان مهم وطبيعة المجتمعات أن يكون فيها. أنا تمنيت أنه يعني تسل الألسنة والأسلحة ضد كل واحد يهدد أمن الوطن من التيارات الحركية، يهدد سلام الدولة، يهدد وحدتها الوطنية، هذا الأدعى الحقيقة وهذا الأولى من أعضاء المجلس. نعم. وبعدين هو لو لاحظت يعني يشجب مسألة الصراعات الفكرية، الصراعات الفكرية موجودة عبر التاريخ، الأئمة كانوا الأربعة كان فيهم تنافس، هذا هو اللي ولد الحياة، هذا ظاهرة صحية ما لم تتعدى حدودها، ما لا تشكك في وطنية أحد ولا تخون أحد، لكن الصراعات الفكرية مطلوبة ولازم مجلس الشورى يتحمل، حنا متحملين ويتحملنا كمان، كل واحد ينتقد المجلس أو أداء المجلس أو كذا يقول لك والله لا الحقيقة شيء غريب صار، يعني يجيك واحد مثلا في عضو مجلس الشورى مثلا او يجيك واحد من تيار يقول يسكتوا ذا الكتاب قفلوهم، هذول يعني ما هم بذا الطريقه يعني ليس منطق يعني طبيعي هذا. واحد ترى في ناس يقول رحلوهم، نعم ترحيل يعني هو هذه ديرة من هذه؟ هذه ديرتنا كلنا، هذه يعني حتى ديرتنا كذا بيضيعوننا منها. نعم نعم. وإذا مدحت الغرب قال اللي يعجب الغرب يروح يعيش هناك، ليه يا أخي؟ ليه تصادر علينا البلد اللي احنا عشنا فيها وتربينا فيها؟ عموما الوطنيين الحقيقيين والأحرار سيبقون رغم كل شيء. راح ناخذ الخبر الثاني من صحيفة الاقتصادية، ترحيل سعوديين من فيتنام رفعوا أسعار الاستخدام 1150%. نتابع. رصدت السفارة السعودية في فيتنام سماسرة سعوديين يجمعون العاملات المنزليات بتكلفة لا تصل إلى 2000 ريال واستخدامها للمواطن بمبالغ تتجاوز 25,000 ريال في بعض الأوقات، أي بنسبة ارتفاع بلغت 1150%، من بينهم أعضاء من اللجنة الوطنية للاستخدام. تفضل يا دكتور، يعني نسبة كبيرة الحقيقة. أي والله، شوف يا أبو سعد هذا الملف الحقيقة أنا مستغرب وزارة العمل إلى الآن مكتوفة الأيدي، والموضوع قد يتحول إلى موضوع ما أقول سيادي بس موضوع شأن سياسي. يعني اليوم أنا قاعد أعلق على الخبر وفجأة بحثت في جوجل فلقيت سفيرنا اليوم في أوغندا أيضا سحبت جواز السعوديين، وأوغندا اليوم وقفت الاستقطاب تصدير العمل للسعودية بسبب تلاعب الأسعار من سمارة السعوديين. يعني الموضوع الآن أصبح، أنت ممكن بكرة تقرأ عن ماليزيا كمان ويتطور، والموضوع السبب فيه وزارة العمل إن هي الجهة المسؤولة، تتابع أيضا جهات العمل المسؤول مكاتب الاستقدام داخلين الآن وزارة العمل مع الأستاذ ماجد الحقاص. ماجد الحقاص يقول أنا متحدث الرسمي، يطلع في الفضائيات ويقول أنا متحدث رسمي باسم مكاتب الاستقدام، بينما في الاقتصادية اليوم كاتبين أنه لا يمثل نفسه وأن القاضي طلبه ب 96 من وكالة من المكاتب اللي هو مسؤول عنها. ما وصلنا الحل، حنا الآن حتى يعني قضية مكاتب الاستقدام مع وزارة العمل داخلين فيها إشكاليات جديدة. أنا أتمنى فعلا وزارة العمل تتحرك بشكل سريع وتحل هذا الموضوع، أما كل يوم نقعد كل دولة تصدر قرار أنه إيقاف العمل للسعودية بسبب السماسرة، موضوع ترى ما هو مش قضية فلسطين، هو ترى موضوع ممكن حله بإجراءات طول يعني موضوع
والله لا، وموضوع حيوي يمس حياة الناس. يعني أنت تتكلم عن 1,000,000 أسرة سعودية، أنت تتكلم عن 1,000,000 أسرة، 2,000,000 أسرة، كلها هذه تحتاج إلى العمالة. أنا قلت لك من زمان يا أمامنا 3 حلول، يا نضبط الموضوع، يا نتوقف على ظاهرة الخدم خلاص، كل واحد يرجع يطبخ بنفسه يشتغل بنفسه كذا، يا إن الموضوع يعني يصير سوق سوداء، وهو الآن متجه أنه يصير سوق. طالما وزارة العمل مكتوفة الأيدي لازم تقول الخلل أين هو. أما كل يوم يطلع سفير وتطلع دولة وتقول والله إحنا سحبنا جوازة السعوديين، سحب الجواز ترى هذه قضية ترى ما هي سهلة يا أبو سعد، سحب الجواز أو منع السفر أو التحفظ على السعوديين أو حتى أوغندا أول مرة تطلع عندنا في خبر. أوغندا الآن تقول لا أنا ما أصدر للسعودية اليوم في الاقتصادية يعني خبر. لا، والمشكلة في كثير من الكتاب هاجموا أوغندا، كيف طلعت أوغندا قفلت يعني حسب سوء كيلا، يعني اللي كنا يعني ناخذ سولو بريك 30 ثانية فاصل قصير ونعود. دايماً بسحب الليل متضايق. آه شوفي حفاضات مبلولة، ممكن تبان من برا جافة بس تكون مبلولة على بشرته من جوا. جربي حفاضات بامبرز عشان تبقى بشرة سعود جافة. بامبرز. اهلا وسهلا بكم مكملين في حلقه جديده من حلقات يا هلا بالعرفج. يا هلا والله بسعد. يا هلا بالعرفج مره ثانيه ثالثه ورابعه. نروح للخبر الثالث بصحيفه الوطن. مدير بريطاني يفصل 10 سعوديين ويبرر حسب نظام العمل. حسب نظام العمل كان المبرر الذي تعذرت به إدارة المعهد العالي لتقنيات المياه والكهرباء في رابغ عقب فصلها 10 من موظفي المعهد وإنهاء عقودهم بعد 5 سنوات من العمل ورفضها تجديدها، فيما أعلن المعهد الذي يرأس إدارته التنفيذية متعاقد بريطاني ونائبه متعاقد آخر سوداني عن توفر وظائف على مسميات المراتب التي تم فصل السعوديين منها. تفضل دكتور. شوف أول شيء هذا نموذج، طبعاً 10 صحيح إنهم عدد قليل، لكن هذا نموذج. أنا أقول لك إنه في أقل شيء الحين 300-400 شركة فصلوا، ولا نعدد الشركات حتى لا ندخل في حاجات قانونية، لكن اللي توصلني الشكاوى يومياً سواء في اليوتيوب أو في غيرها أو مكتوبة بعدد كبير. تعال للمادة 77 أبو سعد، هذه مادة 77 إنه من حق الشركة أن تفصل الموظف من غير إبداء الرأي وتعويضه أظن أعتقد 6 شهور آخر يعني بعد سنوات الخدمة 6 شهور. وزارة العمل لما تدور في جوجل وتبحث تلقى وزارة العمل حذرت الشركات من استغلال الثغرة في المادة 77، يعني عارفين في ثغرة، هذه واحد. ثانيا مجلس الشورى اللي تو انتقدناه ونقول انه في ناس واكثر ان شاء الله نحسن في مظن، واحد في مجلس الشورى حذر الشركات من استغلال هذه الثغرة وقال ان العامل هو العقد الحلقة الاضعف في العقد التعاقدي بين الشركة وبين العامل. تعال ايضا لوزارة العمل، ايش سوت؟ شرعت غير المشرع، هذه يسمونه شرعنا التشريع غير المشرع، بمعنى مادة 77 هذه. لما تسأل رجال الأعمال يقول لك لا، إن المادة هذه ضبطت إنه والله علي العلياني في شركة عارف إنه زي ما يقول عادل إمام محدش يترفض إلا بقرار وزاري، فأخذ راحته ويغيب على كيفه، ولكن المادة ذي جعلته يخاف. هذا وجهة نظر رجال الأعمال. أنا أعتقد في حل وسط إنه ما يفصل إلا بمبرر، والمبرر يكون واضح. أما أني والله أعطيه الفرصة، تعرف يقول الفقهاء السلطة المطلقة مفسدة مطلقة. فأنت لما تطلق هذه أيضا الإحصائيات فرص العمل يقول لك أنه 42% نسبة الأجانب فيها الفرص الوظيفية المتاحة للناس. أنا أعتقد أنه في حل وسط بين المادة 77 هذه جيدة، أنك أنت كمان تحسس الموظف أنه ترى الأمور حزم، أما أن الوظيفة هي عبارة عن كرسي لك لين تموت لا. وايضا انه ما نطلق العنان للموظفين انهم يفصلوا كما يشاء، والله واحد ما عجبني، ما واحد كذا مو داخل مزاجي، واحد ممكن يصير اتحادي، ترى حصلت واحد اتحادي مديره اهلاوي او هلالي مديره، يعني عكس كل التنوعات، والله كذا من اجل انه ما عجبني وافصله، بس لازم تكون الامور فيها حزم. ودائما ترى العامل هو لانه هو الحلقه الاضعف زي ما قال مجلس
هي مادة 77 يقال أنها حابت الشركات أكثر مما حابت العامل وهو الحلقة الأضعف. أتمنى أنه يعاد النظر. وزارة العمل عندها ملف الاستقدام إلى الآن وملف الثاني هذا أيضا متعثر فيه. طيب نروح يا دكتور الخبر الرابع من صحيفة عكاظ. 3 مليارات مداخيل البلديات مقابل 10 مليارات في دبي. متابع. يعتزم مجلس الشورى التصويت على مقترح للعضو الدكتور مفلح الرشيدي بشأن إضافة مادة جديدة إلى نظام البلديات تقضي بإسناد بعض أعمال التفتيش والرقابة وفرض الغرامات إلى شركات فنية متخصصة. وبين الرشيدي لعكاظ أن مقترحه انطلق من عدة مسوغات متعلقة بقلة عدد الكوادر البشرية العاملة في الرقابة والجولات التفتيشية بحسب تقرير وزارة الشؤون البلدية، مقارنة مع عدد المحلات التجارية في مختلف المجالات والتي تقدر بمئات الآلاف في مناطق المملكة، وهي تحتاج لمراقبة بصورة مستمرة لوضع حد لما تقدمه من خدمات رديئة بأسعار مرتفعة دون مراعاة للنظافة. تفضل يا دكتور. يبدو أنه دبي صارت مثل الزوجة الثانية، يعني كل ما جبنا شيء جبنا البعبع الدبوي، هذا بعبع دبي. نموذج حاكة يعني. نعم نموذج حاكة. أنا أعتقد أنه هذا أيضا عضو مجلس الشورى وفق في هذا القرار الحكيم. شوف أنت تذكر الاتصالات قبل لا تصير قطاع خاص، قبل لا تصير شركات، كنا نمسك سرة العاتف أرضي تقعد 4-5 سنين عشان يجيك بعد ما خصصت تمت. أعتقد أنه الآن إسناد التفتيش والرقابة واللوحات الإعلانية كلها هذه لو أعطيتها شركة يابانية ولا صينية حتجيب لك دخل أكثر وتراقب أحسن. الآن المطاعم الناس غير راضين عنها، وأصحاب المطاعم غير راضين عن البلدية. أصحاب المطاعم يقولون يجينا المراقب، إذا ما أعطيناه بعض المراقبين ضعيف النفوس، إذا ما أعطيته رشوة يقفل لك المطعم بأي حجة. وأن المواطنين اللي يستهلكوا في المطاعم يقولون المطاعم رديئة وغير نظيفة وغير جيدة. أنت لما تشوف مثلا في جدة أو في الرياض في 1,000,000 مطعم أو 500 مطعم، المراقبين 50 شخص، متى يمدي يمر عليهم؟ مرة في الشهر ومرة في السنة يمر. نعم. أنت لو سندته للقطاع الخاص، أنا أعتقد هذا أتمنى مثل مثل الاقتراح يعمق ويدرس ويحل اللجان المختصة تبت فيه. بس أنا وأنت نعلق الجرس على الموضوع هذا، لماذا يعني الرقابة والتفتيش وإصدار التصاريح حتى المواصفات المطعم؟ وأيضا تذكر اللوحات الإعلانية اللي تكلموا عنها في التحول الوطني، أيضا المساحات الإعلانية اللي تأجرها البلديات محتكرة لشخص شخصين، هذه لو سندت القطاع الخاص يمكن تنحل المشاكل. جميل. طيب نروح لتصريح الأسبوع. تصريح مهم من صحيفة سبق. ديزني لاند وفيراري تصنع الفرح السعودي، أفكار لترفيه داخل الحدود برعاية محمد بن سلمان. متابع. نوقش قبل عدة أسابيع برنامج التحول الوطني الطموح الذي عبر فيه مهندسه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز بكل شفافية وصراحة عن أهداف وخطط لبناء مجتمع سعودي حديث يواكب مستجدات العصر وفق رؤى متطورة. وكانت التنمية الثقافية والترفيه ضمن مشاريع التحديث الواعدة، لا سيما وأن مجتمعنا يشكل فيه الشباب السعودي أكثر من 60% ويعاني بحسب دراسات وتقارير ميدانية من شح في وجود مشاريع الترفيه المسؤول. يعني أبو سعد تحاول تخيل المشهد في السعودية لما أنت يكون عندك وقت ترفيه، إيش تسوي؟ الدراسة تقول أنه 45% من الفرح في السعودية ينفق على الطراطيع، ألعاب كهربائية، مناسبات رياضية، مهرجان الجنادرية، اليوم الوطني، والمطاعم والأكل وبعض المقاهي، في غير كذا ما فيه كذا. أنت كنت معنا وكنا مع بعض في التحول الوطني، وسمو الأمير محمد بن سلمان اقترح أيضا مسألة الترفيه المنضبط والفرح البريء، وهذه مهمة ترى، لأنه عندنا مشكلة في مفهوم الفرح. صحيح أن السعوديين دائما في الوسط بيقول لك رفع عن نفسك وبدري وضحك وبدري وكل الوقت جد، ترى ما حنا جادين ولا حنا مرفهين، المشكلة حنا خالطين المزح بالجد والجد بالمزح، وهذه أسوأ حالات البشر. أنا قلت لك في بريطانيا وكل الدول عندهم اليوم 8 ساعات، اليوم 3 أقسام، 8 ساعات نوم، 8 ساعات عمل، 8 ساعات ترفيه. نعم. والترفيه لا يقل عن العمل عشان تنتج. أنا يعني شوف أنتوا لو ما ترفهوني مثلا في روتانا أني أروح الجدة وأشوف مباراة الاتحاد وأجي، ما أجي كذا مبسوط ومفسوط. لو طول الوقت شغل ما أقدر أنتج، وأيضا لو كل الوقت راح ما ينتج. الإنسان يقسم بينه. أنا متأمل بسمو الأمير محمد وبالتحول الوطني أنه يقود فعلا ترفيه بريء.
تكثيف المناسبات الوطنية. يعني أنت لما تروح لأي بلد تلاقي اليوم الوطني وبنك هوليدي بنك وعندهم لونج ويكند وعندهم إجازات ومدري والإجازات فيها. الآن حنا عندنا مهرجان الربيع هنا ومهرجان الربيع هنا ومهرجان التمور وكذا، ودنا نكثفها أيضا وتكون فعلا مهرجانات فيها طابع الفرح وليست أيضا تتحول إلى 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 إن كنا محلات عزة. لا، نريدها تتحول. أنا أتمنى أيضا مدن ترفيهية على غرار الموجود في دبي وفي أبوظبي. ترى دبي وأبوظبي زينا يعني بشر وعندهم نفس تقاليد وكذا. أتمنى فعلا يحمل هذا الكلام على محمل الجد، وأتمنى أيضا أننا نقلل كما قال الأمير يعني في الجلسة أنه عندنا شح في الفرح. أتمنى ما يصير عندنا شح. نعم، ونصنع السعادة، ونصنع السعادة أيضا. نعم نعم صحيح. هو أشوف الجزء من الحل وأهم يعني أساسيات الحل الاعتراف بالمشكلة. نعم، وهذا صار في التحول الوطني. متأملين خير حنا في التحول الوطني، أنه يأخذ أيضا مدته ويأخذ زمنه، والمدن واللي بشروا فيها إن شاء الله أنها تكون في أسرع وقت يعني. نعم، راح نأخذ فاصل ونعود لكم بعد قليل. اهلا وسهلا بكم من جديد، لازلنا مكملين في حلقه من حلقات اهلا بالعرفج. يا هلا والله بالسعاده. كاتب هذا الاسبوع، كاتب الاسبوع هذه المره، والكاتب محمد البريدي رحمه الله، توفي يعني قبل ايام قليله. قاله من صحيفه الشرق بعنوان مذهبي وانا حر فيه. متابع. المقال المختار لكاتب هذا الأسبوع محمد البريدي رحمه الله من صحيفة الشرق بعنوان مذهبي وانا حر فيه، يقول: من حق الناس أن يعجبوا بمذاهبهم وأن يدافعوا عنها ويتمسكوا بها، هكذا ولدوا وعاشوا وتم حشوهم بقداساتها وعصمتها منذ الصغر، وسيعاقبون وينظر إليهم باحتقار واستخفاف داخل مذهبهم إن فعلوا العكس أو حاولوا النقد أو التساؤل. لا أحد يستطيع الوقوف في وجه أهل مذهبه إلا النوادر، وأغلبنا ليس من أولئك النوادر، فلنحترم بعضنا على الأقل. مهما كانت أخطاء مذهب التأسيسية فعليك ألا تحملني أوزار من رحلوا وأسسوا ونشروا، وأن تتوقف فورا عن دعوتي للانتقال إلى مذهبك، وعلي في المقابل ألا أحملك أوزار غيرك من المؤسسين على باطل، وما سوى ذلك هو ضرب لأبجديات التعايش في أي بلد ونقصان عقل يمارسه بعضهم ربما بحسن نية. هذا مذهبي وأنا حر فيه تماما، أنا أزعم أنه أحسن مذهب في العالم، وأنه الحق الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. ومن حقك أيضا أن تسيج مذهبك بكل حصانات الدنيا وقداساتها، وأن تتمسك به كيفما تشاء، وبألف عافية علي وعليك. أولى أبجديات التعايش والوحدة الوطنية في أي بلد مستنير وصالح للحياة أن تترك مذهبي وشأنه، وأن أترك مذهبك وشأنه، وألا يتحول أحدنا إلى مفت وناقد شرس لمذهب الآخر. بالله عليكم، هل هذه صعبة؟ لم آتي إلى الدنيا كي أحررك من أخطاء مذهبك، وأنت كذلك لم تأتي إلى الدنيا كي تحررني من أخطاء مذهبي. الحياة محبة وسلام وعشرة، وهي أوسع بكثير من الصراع على باب مسجد أو حسينية. الوعاظ والدعاة سنة وشيعة، يجب أن ينصرفوا إلى دعوة غير المسلمين إلى الدخول في الإسلام، أما الدعوة بين المذاهب نفسها فذلك تأجيج لصراع نحن في غنى عنه في لحظة تاريخية حاسمة وفارقة سيكون لها ما بعدها. اللهم اهدي الجميع وانشر السلام والمحبة. رحم الله الكاتب، تفضل يا دكتور. الله يرحم الأستاذ القدير الدكتور محمد بريدي، هو صاحب زاوية التراتيل في صحيفة الشرق. توفيت أمه قبل شهرين رحمها الله، فلحق بها رحم الله أمه ورحم أمهاتنا وأمهات المسلمين ورحم كاتبنا القدير. تعرف أنا دائما أجري اتصال، لكن الله يرحمه مات قبل 3-4 أيام فما أمكن الاتصال. فأحد المقربين له هو صديقنا المشترك الدكتور علي الرباعي، استخلص ما كان سيجيب لو سألته، فأعطاني بعض الأفكار. يقول أنه قارئ انتقائي، بدأ الكتابة ولم يستعجل الظهور، بدأ في الوطن ولكنه في الوطن نجح مع بدايات الوطن، فبدأ
مجايلوه يخافون منه ويخافون من بروزه، فتوقف عن الكتابة ثمانية أعوام حتى جاءت الشرق وصدرت، فعاد الله يذكر بالخير أستاذنا القدير جينان كعادته مع النجوم ومع الأبطال، عادوا للكتابة وكتب حتى مات. هو رجل يعني ثري الأفكار، واسع الأفق، سهل المفردة، عميق المعنى، وطني غيور، نجح في الإيجاز في المقالة، تأثر بمصطفى أمين وأيضا أنيس منصور، تقريبا تكلم وناقش معظم القضايا بأسلوب راقي، مرح بطبعه ومتواضع، وبارا بأمه رحمه الله وأمه، وأيضا زاهد، وهذه أهم شيء، زاهد في الملتقيات والمؤتمرات الثقافية. كما تعرف بما أنه الرجل مات رحمه الله لن نستطيع أن نتكلم عن ملاحظاته وسلبياته، بل نحن سنحتفل وندعو له فقط ونذكر الإيجابيات. اللغة أبرز شيء عنده، اللغة أنيقة عند الدكتور محمد، رجل يملك غزارة في المفردة ومفردة أنيقة أيضا. ثانيا من إيجابياته الجميلة براعة في الإيجاز، شوف ناقش قضية حساسة خطيرة وذكر فيها كل شيء في حدود 200 كلمة، هذا أعتبره براعة في الإيجاز ومهارة أيضا يمتلكها القلائل وهو منهم. الشجاعة والجرأة أيضا، هذا الشجاعة والجرأة، قال لا تناقشون المذاهب، شوف الصني لن يصير شيعي والشيعي لن يصير صني، قال اذهبوا لدعوة غير المسلمين ذلك أجدى، لأن كل واحد زي ما قال هو مذهبي وأنا حر فيه. أيضا العمق الفكري، وهذه مطلوبة جدا، أنت لما تناقش قضايا فكرية يجب أن تكون معمق في الفكر، ومشهود لمحمد البريدي رحمه الله بالتعمق والقراءات الجادة والانتقائية في القراءات، لا يقرأ أشياء لا تفيد، لا بل يقرأ أشياء ثمينة. فكرة نسائيات الجمعة، هذه أيضا من ابتكارات الله يرحمه محمد، كل جمعة يكتب مقال عن النساء وإعجابه في النساء وتقديره للمرأة من خلال منظور راقي، منظور صوفي، منظور خلينا نقول يعطي للمرأة مكانتها وفق اللغة والأدب. رحم الله، لا نقول إلا رحم الله محمد، وأتمنى أن يقيض الله من رجال ألمع من أقاربي وأصدقائي من يجمع مقالاته لنا في كتاب حتى تسهل على الباحثين. أما أن نكرم الموتى بعد ما يموتون فهذا جرح يعني يا ما تكلمت عنه أنت ويا ما تكلمت عنه. نحن نريد، أنا أتأكد لو محمد الله يرحمه كرم يمكن تأخر موته، كان ارتفعت طاقة الإيجابية. نعم، رحمة الله عليه وأحسن الله عز ذويه. راح نروح إلى من كتابك وهي فقرة المتزوجين فقط، هذه المرة المقولة عندك. نعم، هذه مقولة يقولون دائما أن المزواج رجل يقترف الخطأ مرتين، يعني مثل وأكثر كاتبين مرتين وأكثر وأكثر. لما تسأل الذولة يعني تجي تعمق في المقولة تجد أنه واحد اللي قال لك أنه فشل يبغى يعيد التجربة عشان ينجح، إصرار على النجاح، والذي نجح يقول والله يا أخي جميل اللهم هم مزيد من النجاح. أيضا أحد الأذكياء قال يا أخي مدام يقولون وراء كل رجل عظيم امرأة، ليه ما خلي وراء 4 نساء عشان أكون أعظم من العظيم. شفت كيف اللعب؟ حلو هذه. طيب نروح إلى مزايا الكتب المسموعة حول العالم في 200 يوم. حول العالم في شوف هذا الكتاب، كتاب أنيس منصور، طبعا حنا حطيناه صوتي، هذا الكتاب الصوتي هو تقريبا انتهى كمادة علمية. هذا الكلام قبل الأفلام وقبل الفضائيات، لما كان أنيس منصور يدور حول العالم يكتب مذكراته بالذات حول القاهرة. لكن الفائدة في مثل طرح الأستاذ أنيس منصور متعة السرد، المعلومات اللي يعطيك. مثلا أنيس منصور أول صحفي في العالم قابل رئيس جمهورية التبت اللي هو لاما، هذا في يوم فازت لما فاز في جائزة نوبل أول واحد قابله. أنيس منصور أيضا مؤثر، كان مؤثر، لذلك صاحبنا الأستاذ فهد عامر الأحمدي له كتاب حول العالم في 80 مقال، هو حورها شوي يعني، شوف العنوان صار براند ريم بحيث أنه بدأ يستلم منه عناوين أخرى، ليس فيه إلا المعلومات الكثيفة اللي قالها أنيس منصور وأيضا متعة السرد. أما أدب الرحلات فتقريبا الآن انتهى مع الفيديوز والأفلام والرحلات، انتهى أدب الرحلات. كان أول مثلا ابن خلكان ولا الطبري ولا شاسم بن بطوطة يتكلم لك عن الأندلس، الناس ما تروح الأندلس، يصف مدى داخلها ومخارجها وحماماتها لما تقرأ أنت خيال عندك يتبقى. نعم أكثر نعم يعني أكثر. نعم، فأقول لك المتعة الأدبية والسرد الذي بقي. أما أنه الحين مثلا يكتب لك عن تاج محل، لا، أنت تشوف فيديو عن تاج محل لمدة ساعة. هذا ما يخص الكتاب الأول. أما الكتاب الثاني فهو مهم الحقيقة، اللي هو المزايا الكتب. نعم، اللي هي المقروعة. أيوة، هذا تويتر والبناء الاجتماعي والثقافي لدى الشباب، مؤلفته الأستاذ البحريني القديرة بسمة قائد البناء. والكتاب هو شيء خلينا نقول كما يقول العقاد، لماذا سأله لماذا تقرأ؟ قال لأن حياة واحدة لا تكفيني.
الكتاب يتحدث عن قضية مهمة وهي تأثير السوشيال ميديا على الأفراد، وهي طبعا ركزت على 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 تويتر. من الجوانب أيضا الإيجابية أنها تعرضت إلى النظريات الإعلامية وقالت أنها لا تفي بما يعرف بالإعلام الجديد. نعم. مع التحفظ على الإعلام الجديد، لأنك أنت لما تقول الآن إعلام جديد بكرة ماذا ستقول لما يصير قديم؟ ترى تويتر الحين صار قديم، يعني حتى هي الباحثة هنا تكلمت عن الفيسبوك، تكلمت عن تويتر، تكلمت عن لينكد إن، تكلمت عن، لكن ما تكلمت عن ما تكلمت لأنه تعدى إنستغرام فيه، ما تكلمت عن التليجرام. وترى هذه كلها بتصير بعد سنتين ثلاثة أولد فاشن، يعني أنا أول ما جاء إنستغرام قلت خلاص ما عاد بطلع، وصلنا القمة. الآن ما حد يستخدمه إلا أنا وأنت وكم واحد من البدائيين، وحتى السناب ترى في طريقه يعتبر أولد فاشن الآن، لأنه في شيء جاي بالطريق ما حقول لك عليه أسرار. والله متطور عفوا. إيه ما حقول لك عليه إن شاء الله. شوف الموضوع الخطير في في في, في هنا إنه تويتر، هو جابت إحصائية تويتر أول دولة عربية في تويتر حنا بنسبة 38%، بعدنا مصر، بعدنا الكويت 13%. الكتاب جميل ومتوفر في السعودية، لا أحد يتسلطح يقول أبغى نسخة وما أدري، هو دراسة بحث ماجستير. وأتمنى يا أبو سعد مثل البحوث دي تكثف ويهتم فيها الناس الدراسات، لأنه حنا ترى الآن السوشيال ميديا بدأت مؤثرة علينا بشكل، يعني أي تصريح واحد يخطب تصريح تجد أنه ترند في تويتر يشكل الرأي العام. يعني أنا شو اسمه الله يرحمه أحمد شوقي لما جات الصحافة قال خلاص هذه آخر الدنيا، فكتب قصيدة لكل زمان مضى آية، وآية هذا الزمان الصحف أجل لو عاش أحمد شوقي وشاف تويتر ولا والسناب والسوشيال ميديا هذه اللي مذهلة، ماذا سيقول يعني؟ نعم جميل يا دكتور. نروح إلى عبارة الأسبوع. عبارة الأسبوع قرأها لي بارك الله فيك. إذا أردت أيوة. إنجاز. نعم. إذا أردت إنجاز أي إنجاز عمل. فاعطه. نعم. فاعطه. فاعطه مشغول اللي ينجز. نعم. شوف هذا والله ترى مثال عميق، لأنه لا يعرف قيمة الوقت إلا المشغولين. الفاضي تعرف كثير من أصحابنا أنت تعرفهم فاضي، لو تطلب منه مثلا يكتب مقال، ولا تطلب منه مثلا يسأل لك واحد، ولا يقرأ كتاب، بكرة والله ماني فاضي بعدين لك. الرجل المشغول، خذ مثلا غازي القصيبي الله يرحمه، أنا دائما أحط مثال غازي القصيبي، وزير وسفير ويشتغل ويألف ويحضر مناسبات ومتواصل ويكتب مقالات. ليه؟ لأنه عنده قدرة على امتلاك الوقت، ومن يملك الوقت يملك كل شيء لما تنظم الوقت. أنا هذا المثل يضربونه دائما في الإدارة، إذا أردت أن تنجز أي عمل فكلف به رجل مشغول، الفاضي ما يمكن ينجز لك. نعم جميل. نروح إلى بيت القصيد. بيت القصيد، بيت القصيد، شوف بيت القصيد هذا شاعر قالت له خطب بنت، فقالت له أنتم عددكم قليل، فقال تعيرنا بأن قليل عديدنا، فقلت لها إن الكرام قليل. حتى في البيت هذا ويقول بعد كذا يقول وما ضرنا أن قليل وجارنا عزيز وجار الأكثرين ذليل. مرة عمر بن الخطاب رضي الله عنه سمع واحد يقول ادعي في مكة اللهم اجعلني من القليل اللهم اجعلني، فعمر قال وش تعال ما هذا الدعاء يعني أول مرة اسمع، قال ماذا تقصد؟ قال أبدا، الله يقول وقليل من عبادي الشكور، وأنا أقول اللهم اجعلني من القليل يشكرون الله. فعمر بن الخطاب أطرق قليلا قال يا الله كل الناس أفقه من عمر، كل الناس أفقه. في نظرية دائما يقول لك أنه يا أخي كل الناس بجهة وانت بحالك، أحيانا ترى الصدق هو مع القليل. ولذلك في القرآن يقول لك وإن تتبع أكثر من في الأرض يذلوك عن سبيل الله. دائما الكثرة ليست دليل النجاح، أن نعدها في التسويق صحيح دليل نجاح، لكن في الآراء ليست دليل النجاح. تعال شوف النخبة دائما تجدهم قليلا وقليل من عباد الشكور. فلا تنغر يا أبو سعد بكثرة أحبابك، اللي قليل عند العرفة. لا 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 انا 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 اهدي لك هذه، انت لا تتغرب اكثر احبابك، لانه يكون شكوى عليك انك بدا يعني معدل الغرور ارتفع عندك. يا سلام. وانا راح اكمل المناصحه لك في الفاصل. يا فاصل بعد قليل. اهلا وسهلا بكم، لازلنا مكملين في حلقه من حلقات اهلا بالعرفجه. اهلا بالعرفجه. راح نبدا ناخذ المقاطع، المقطع الاول سياسي، لانه
يعني شخص لابد أن نعلق عليه، نحط الأمور يعني في نصابها نتابع. العالم المتحضر اليوم كله أصبح يعرف أين رأس الفتنة، أين منبت ومنبع الإرهاب والإرهابيين وكل الحركات الإرهابية، وهي متجسدة في الوهابية. والشمس أصبحت واضحة ولا تغطى بالمنخل كما يقال، وبالتالي لابد من ضرب أساس الفكر التكفيري الوهابي في عقر دارة. سيد عبد الحميد، معروف اليوم من يمول هذا الإرهاب في سوريا وفي كامل المنطقة كما ذكرت، ولكن لماذا حتى هذه اللحظة لا إجراءات بحق السعودية التي تصدر هذا الفكر الوهابي المتطرف إلى العالم؟ لولا صمود سوريا لما كنا وصلنا إلى أن نسمي المسميات بأسمائها، وكما تفضلت حضرتك وسميتي، وأصبح العالم كله اليوم واضح. فلا مجال أيضا الآن في الالتفاف من الأمم المتحدة وفي جنيف وفي نيويورك وفي البرلمان الأوروبي وغيره يتصدى ويسمي المسميات بأسمائها، لأن كفى استنزاف لبني البشر وللإنسان اللي هم ما يعرفوا أصلا معنى الإنسان. هذا العضو مجلس الأمة الكويتي عبد الحميد دشتي، احنا اعتقد تكلمنا قبل، اتذكر مقطع الاول. نعم. طبعا الكلام اللي يقوله هو تحريض وهو فوق الاراء، وتحريض على المملكة العربية السعودية، ويأتي من عضو مجلس الأمة الكويتي، ونحن نعرف العلاقة التاريخية بين البلدين ووقفة المملكة أيضا ووقفة الكويت كله. وإحنا في هذا البرنامج لسنا دعاة قمع للآراء، ولكن عندما يكون التحريض على وطننا الكبير المملكة العربية السعودية فنحن ضد هذه الآراء، وسندافع عن المملكة العربية السعودية بطريقتنا، بآرائنا، بأقلامنا، بالحجج الدقيقة. أعتقد وقالها يعني كثير من أعضاء مجلس الأمة أن دشتي يعني يسيء للكويت ويسيء للمواطن الكويتي، وهو الحقيقة تعدى مرحلة المرتزقة، يعني أصبح مرتزق تافه. نعم. بكل ما تعنيه الكلمة. وبعدين هم قررين، هو المذيع في سوريا، هم قررين أنهم بيضربون السعودية، يعني المسألة فوضى. الحديث عن حزب الله بتركه لك، أنا أعتقد أنه سحبت الحصان أو ستسحب، ويهمني أسمع رأيك يا دكتور. لكن الحقيقة تحدثنا اليوم عن هذا العضو بعد أن بلغ السيل الزبا، وليس هذه المرة، في أشياء متطرفة جدا، يعني ليست مسألة رأي. أنا أعتقد يا أبو سعد أنت ضفت جملة أنه مرتزقة، أنا أعتقد أنه هو حتى يسيء لمن دفعوا له، اللي أجيه هو أجير يشتغل عند مجموعة، هو أساء لهم بهذا، لأنه سطحي. أول شيء أن الرجل سطحي، ليته في عمق عشان تقدر تحاوره، ثم مجرد إنسان كذا زعلان ويصرخ. وأنا قرأت اليوم أنه سقطت عنه الحصانة الدبلوماسية، وهو يسيء لنفسه قبل أن يسيء للكويت. يعني هو لو كان منظم، أنت ما تقدر تقول والله نضرب ناس ولا منبع ولا كلهم عارف، هذا مو صحيح أبدا، ولا حتى في المنطق مو صحيح. فأنا أعتقد أنه هو أساء لنفسه وأساء للمرتزقة، الأساء لمن دفع له الأجر، وأساء حتى لإيران. أنا بس كمان الآن يعني جاء خبر جميل أنه وزارة الداخلية العرب بالإجماع أجمعوا أنه صنفوا حزب الله على أنه منظمة إرهابية تسعى لزعزعة الأمن في المنطقة، وهذا أيضا انتصار لما تخذ جماعة وزراء الخارجية الخليجيين اللي. نعم، يعني هذا إجماع عربي. وأيضا خلي دشتي بكرة حيطلع وش يقول بعد، بيشكك كمان يقول نضرب الدول العربية كلها. هذا قلت لك، هذه مشكلة البلطجية اللي يجون على كبر في السياسة زي الأخ دشتي، يعني شيء يبغى يصير مشهور فطلع بقضية زي هذه. طيب راح ناخذ سولو بريك أخير ونعود إلى فقرتنا الأخيرة.
أهلا وسهلا بكم. طبعا فقرة أغنية الأسبوع أرويها لكم العرفج كالعادة. طيب قبلها نسمع شوي. نسمع. تناديك رغبات المقابيل من الأرض وانتي بالمجرة، تهادي على غصن من الليل وتمادي على القلب ومقرة. تناديك رغبة المقابيل من الأرض وانت بالمجرة، تهادي على غصن من الليل وتمادي على القلب ومقرة. ترى كل هالدنيا تساهيل مدام مننا بنعيش مرة، تلدين وتزن التعاني تصدين وتصد المسرة. وناديك ودموعي همانين وفصل. تفضل دكتور. يعني شوف أبو سعد، أنا سعيد أنه برنامج يا هلا لم يعد برنامج فقط، أصبح يشكل دائقة. هذا البرنامج مع أخونا وشاعرنا الجميل أبو محمد ياسر التويجري في رمضان ألقى القصيدة معك، ألقاها في مقابلة جريتها أنت معه في رمضان الماضي. النص كتبه ياسر، وطبعا هو ما صرح لي، بس أنا أعرف ياسر لما يكتب من قلبه صادق. أنا أقول لك القصة ليس فيها خيال، القصة حقيقية اللي كتبها، يعني حسب معرفتي بياسر. سألته عن قصة الأغنية فقال لي أنه أبدا أحمد الهرمي لما سمع النص من برنامج يا هلا رمضان مع حبيبنا العلياني يقول عجب القصيدة وقال بلحنها. قلت له ابن حلال هذه مكتوبة والله وجدانية ما تلحن ولا هي مغنى. قال اتركها علي. يقول فسوى اللحن، لحن جميل وعجبني وسمعها ماجد المهندس. ماجد نقز قال هذه غنيتي. ابن حلال قال أبدا هذه غنيتي، كانت بتروح الفنان آخر ثالث، قال أبدا هذه غنيتي. يقول بسرعة وسويناها وطلعت بهذا. والحقيقة أنا أقول لك كمتذوق والله الأغنية هذه أسرتني. والغريب الأسبوع ذا ستة أرسلوا لي بالله يا أحمد يقول قصتها الأغنية ذي بالذات بسرعة. يعني فأهنيك أول شيء أبو سعد على اختيار ضيوفك وعلى أنك بدأ برنامج يا هلا يشكل رأي. يعني لا ياسر، يعني ما شاء الله واصل للناس بدون برنامج علي. لا الأغنية تلقط يعني البرنامج. لكن الحقيقة أن الأغنية تعدت الحدود، وأنا صحيح. عجبني يعني تفاعل الجمهور الكويتي. هذه أول مرة أعتقد يغني مع المهندس في هيئة أهلا فبراير. طلب الناس الأغنية حتى في بداية الحفلة، كان يقول ما يخلوني، يعني كانوا يقول خلوني أسخن شوي. عموما تحياتنا لياسر التويجري وماجد المهندس وأحمد الهرمي. نعم شكرا يا دكتور. أهلا بك، نلقاكم دائما في أمان الله. تصدين وتصد المسرة، وناديك ودموعي همانين وفي الصدر تمهيدة وحرة. أحبك ومالي الحب تأويل ولا شفت